ايوا يزيد هاد الفيديو صور فيكم ملي خمنا فاش كنت تسمع شحال في رمضان يعني قبل ما نبداو نجيرو داكشي وان شاء الله غادي نصور لكم جوله في السطح ديالنا بعد التغيير الجذري 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 يعني غير الشتا هي تف. ايوا ها نتوما اللي تقولوا راه ما حد كاينش شي واحد انت صافي وانا قابله غزوع وانا حتى ما حدا كاين يا سيدي راه دوم تقروشوا حق الله العظيم هكا يا قلبكم تنحكو الزربيه عندنا هاد البلاصه هادي اللي على برا صراحه يا الشتيف والغسيل وهذا هذا هو السطح ديالنا مشاهدين بخير لاباس عليكم نهاركم مبارك سعيد شوفوا الحجر الصحي شنو كيدير شتي ما لقيتي ما ديري حكي جميله حكي فوق وتحطي شوف تبارك الله شحال حكيت وشوف كندير عصاب البلدي ما كاين لا خميره لا كربونين ولا كربونان ولا هذاك راه كيخرج على المواعن هاد البرمه عندي ليها 15 سنه هادي هاي هاي البنات شنو اللي كيخرج على المواعن هي الملحه في الاول شنو باش تحكي اختي الطريقه راكم ديروا الملحه في الاول حتى الاخر هادو هادو الطنجره عندها 20 سنه هانتوما هاد البراد عاوتاني البنات اللي ما كنتش حامله بالبنت الصغيره شريته من السوق 2400 درهم اختي غزال وما سخيتش به هو باقي جديد واه هادي ها هي عاوتاني راه ملي كنت في العروبيه يلا ايوا هانتوما البنات راه حكيت لهم معينات كونوا نتوما حاقين وقالت لي راجع النظام ما نوضيني الساعه انا ما تنقدرش نت بكري صافي كنصلي نصلي الفجر الله يتقبل صافي كضربني الفيقه نت متلمنيش يعني صافي هي مره اخرى غدير حاجه اخرى هي كتبان بالفطور انا كنتبان هاد المعينات والعجينه ولا كاين شي حاجه ونهاركم مبروك سعيد ما شاء الله اختي لك ماما تبارك الله عليك انت كتحكي بالصابو البلدي انا غير من بكري ها هما اما دابا غنمشي ليه لهم شوف شوف تبارك الله الصوره كيبريو كانتو المهم غير الصابو اللي بدير من الكربونين ولا كربونين لا زافين لا شي حاجه اي حاجه بغيت تكيسوا على تكيسوا على المعن ديالكم ملي تخويوها من المرقه حكوها نيشان باش ما توسخش ليكم من هاد البلايص هادو هادو دائما شدوا شي تصحاش وحكومه هنا باش ما يبقاش انتم المعينه احنا بقى تنحك شهيد هانا كملت المعينات ديالي ها انتم ها انتم انت بغي ندير شي حاجه ولا داك نلبس حوايج ديال تكرفيس دابا مسالي غادي نشارك معكم واحد المطايل عاد زوينين غادي ندوش ونبدل حويجاتي ونجلس هانتوما الحجر الصحي فين تيجي الحجر الحجر الصحي هانتوما ها المعينات تحكو المعينات ديال الكوزينه سالينا الحمد لله يلا باي باي عليكم حتى نشارك معاكم واحد هانتوما شحال ها دابا غنبدل جات ليكم كما شفتوا دردكنا شويه على الدار راكم عارفين مع الايد وداكشي ضروري ما تنوضوا تشوفوا داك الروتين اللي درت لكم تنوض دردكوا على راسكم راه ما بغيتش نصور لكم كلشي باش ما يجيش الفيديو ممين ان شاء الله صورت لكم حتى الكوزينه دردك عليها مزيان وغادي نوريكم حتى جوله فيها من بعد التغييرات اللي درنا ليها درنا تغييرات واعره بزاف ومازال غادي نصور لكم حتى السطح اللي ما غاديش تعرفوه ما غاديش تعرفوه درنا ليه واحد التغييرات خطيره 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 بزاف فهذا ما كان اليوم البنات غادي نوريكم شعري كتقولي يا رجوه في كل فيديو 60000 بنت كتسولني رجوه المهم يبان لكم شعري بحال القفه نتوما غتشوفوا السر وغتشوفوا الفرق ما بين شعري قبل وما بين شعري دابا والله العظيم يا البنات صدمه انا براسي تصدمت شعري الحمد لله والشكر لله واحد الصدمه غادي تصدموها في شعري وبغيتكم حتى نتوما تصدموا ان شاء الله تهلاو في شعركم تهلاو في وجهكم مازال ان شاء الله غادي لكم روتين كيفاش تهلاو في البشره ديالكم قبل العيد مازال غادي ندير لكم روتين قبل قبل يعني تهلاو في رجلين ديالكم في يدين ندير لكم تجهزوا مائي للاضحى واخا في حجر صحي ان شاء الله جايين داكشي واعر كنحماق عليكم كيف ديما كنقول لكم القافله تسير والكلاب تهوهو اليوم ان شاء الله غادي عقلت كبيدة داك المره قلت لكم راني كنجرب واحد واحد لاغام اللي كنت وصلت بها تقريبا شهر شهر وشي حاجه
ياك وقلتوا لي رجوة أفاكي شاركيها معانا. ألا يا ما غادي نشاركها معاكم يا البنات، شي حاجة اللي طب بزاف بزاف بزاف. أي وحدة كيتسقط لها شعر ديالها، أي وحدة شعرها طاح مسكينة ولات قرعة من القدامة، ولا ولات عندها الخلفة زعما الخلفة خاوية، أو ولات عندها اي مشاكل. شتي راه تلقاي شحال من وحده البنات كتعاني من هذا المشكل، كتلقاي عندها فراغات ولا عندها فراغات مع هذا الزيت اللي غنوريكم يا البنات. الشعر ما غاديش يبقى يطيح، غتولي لها بغيونس، الشعر غيولي قوي، غادي يطوال. اي مشكل عندك غادي نحلوه اليوم. اوكي دابا بلا ما نطول عليكم، بلا ما نطول عليكم بزاف، غادي نحيد الدراو وغادي تشوفوا شعري قداش ولا. شوفوا يا البنات شعري، المهم بلا ما تضحكوا يا البنات، ولكن الحمد لله والشكر لله. المهم عارفه راسي كنبان فحال السبع. شوفوا تبارك الله الشعر كيفاش ولا قوي، شوفوا تبارك الله الفراغات اللي كانوا عندي ما بقاش ها شعري. ها نتوما غتشوفوا شعري اليوم، ها نتوما يا البنات كان شعري ما فيه ما يتشاف. شوفوا يا البنات هاد الجهه، عقلتوا انا راه ما كان كاين ليا حتى شي حاجه في الشعر ديالي. شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا، يعني واخا تهزي شعرك الحياه سعيده يا البنات. عرفتوا يا البنات وحق الله العظيم كنحمد ربي وكنشكرو. عارفه راسي اللي الدراري غيشوفوني غادي يتخلعوا، ولكن انا ما عنديش مع بقا نخبي ولا داك الشيء. شوفوا يا البنات، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا تبارك الله. عرفتوا يا البنات نقد شعري نقد شعري نقد شعري بزاف بزاف بزاف، الحمد لله راه طوال لي. عقلتوا راه كنت قطعته حتى كتافي، شوفوا دابا نورمالمون دابا راه قافز. شوفوا تبارك الله شحال طوال، شوفوا كان حد هنا قطعته حتى كتافي، عقلتوا حتى هنايا كان كيوصل ليا. شوفوا تبارك الله شحال زاد، ما شاء الله مازال راه ما مصايب لا حتى شي حاجه. ها نتوما البنات صحي، ما تيهمكمش يكون الشعر رطب ولا راه كيدي شعرها رطب وخفيف، كيدي شعرها كل وحده منهاش كتعاني. شوفوا يا البنات تبارك الله، انا دابا غادي نقول لكم لاكام اللي استعملت مؤخرا باش عطاتني نتيجه روعه 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 بزاف. واي حاجه كنقولها لكم البنات راكم عارفني المصداقيه. هاد لاكام هادي مولاتها متخصصه تبارك الله عليها، ومتخصصه يعني في هذا الشيء ماشي غير متطفله على المجال. قالت لي هاك لي برودوي يعجبوك ديريهم، ما يعجبوكش انينيهم، ما تبينهمش نهائيا في لاشين، وانا متاكده غادي يعجبوك. لا خليني نجربهم واحد الشهر باش نقول لكم داك الشيء اون ديتاي. تبارك الله السيده استاذه في هذا الشيء ديال التقنيه، يعني في هذا الشيء ديال المواد الطبيعيه، في هذا الشيء ديال لي شامبوان ديال لي ماسك. تبارك الله عليهم، عندهم شواهد ومعروفين في الانستغرام. نخلي لكم الانستغرام ديالهم، وغادي نخلي لكم النمره ديالهم في صندوق الوصف باش اي واحد بغى شي حاجه قولوا لها من طرف رجوة. الا كان شعرك تيطيح اليوم غادي نعالجوه. وهذا ما كان، عرفتوا يا البنات راه والله العظيم كنهضر معاكم وفرحانه بزاف 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 بزاف. وحق الله شعري كان حلفه حلفه حلفه. انا راه جيتكم هكا ينيشان باش تشوفوا الشعر كيفاش كيولي، كيولي قفه شهر وانا كنستعمل هاد سميتو، عطاتني واحد النتائج واعره بزاف بزاف بزاف. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، والله انا الا سخاويه. عقلتوا البنات على هاد الزغيبات هادو بلاتي، عقلتوا على هادو اللي كانوا نتفوا ليا. ها هما شوفوا تبارك الله قداش كبروا. غنهضر لكم البنات على السيروم. اول حاجه في هاد لاكام هي هاد السيروم. هاد السيروم عندهم خطير بزاف، كتشمي الريحه، الريحه طبيعيه، ما تقوليش زعما تقولي راه غاشين. تبارك الله عليهم متخصصين، كيبيعوا بالجمله وكيبيعوا بالديتاي وكيبيعوا هذا كيبيعوا الا بغيتي هكايا بلا سميه، الا بغيتي ديري المشروع ديالك حتى هو. عرفتوا يا البنات راه ما نقولكمش، فرحانه فرحانه بزاف حيت هاد لاكام هادي نقدت لي شعري. وهذا وحتى هي ما قالت لي والو، قالت لي جربي ما عجبتكش ما ديريهاش، يعني زعما ماشي مخلصاني ولا شي حاجه، مصيفطه لي غير هادي زعما غير لاكام، يعني ما عندي علاش نكذب ونقول راه هاد لاكام مزيانه، يعني ما استفد والو ماشي مخلصه ولا شي حاجه. ولكن هي قالت لي جربي راه غادي تنقد لك حياتك. وفريمون يا البنات الله بعد على ريحه طبيعي طبيعي طبيعي، راه كدير لا ليفريزون باغ امانه. شوفوا الزيت هذا اول حاجه، وغادي نوريكم الشامبوان، وغادي نوريكم البنات ديمالور والماسك، كلشي كلشي تيكملوا بعضياتهم، تيمنعوا التساقط، تيعطيو اللمعان، تيقووا الزغبه. مازال انا شعري كيبان لكم في الكاميرا ماشي هي مباشره، كيقووا الزغبه التساقط ما تيبقاش، وتيمليو الفراغات. جربوهم والا خديتوهم وما ما داروا لكم والو، اجيو عند رجاء وقولوا لها انت كذابه. نتوما عارفين اي حاجه كنهضر عليها الحمد لله كترجعوا كتقول لي رجوة عندك الحق، راه ديك الحاجه جربناها، راه ديك الحاجه شريناها. شكرا بزاف البنات على الثقه ديالكم ليا والله. هكاي بعد هذا السيروم كيساعد،
انا عطيتو الوقت ديالو، ما بقيت كندير حتى شي حاجه، يعني الزيوت اصلا تقاداو ليا ما عاودتش درتو، وجات هاد لاكام في الوقت ديالها. تبارك الله الريحه واعره. فين ما ديروا البنات الزيت ضروري ما ديروا الماساج، ضروري ضروري ضروري، هذه شي حاجه مؤكده. شوفوا والله، شوفوا رجعوا لي فيديو البنات، تقصب التحضير بحال شي سبع، ولكن تتسوقش انايا عارفاكم بحال قاسم مع صحاباتكم. رجعوا البنات الفيديوهات والريحه هي البنات تطلع معكم ريحه طبيعيه. رجعوا البنات الفيديوهات، رجعوا الفيديوهات وغادي تشوفوا الفرق. عقلتوا شعري كان تيبان محروق، شوفوا دابا محروق ومشحلف وخفيف. تبارك الله ما شاء الله الحمد لله، كنحمد ربي وكنشكرو. ولكن البنات راه ماشي عاد ديروا يعني تبعوا هاد لاكام وصافي، راه خصك تنساي الصبايغ، تنساي السوشوار. عرفتوا انا راه من القرايه قبل ما يبدا هادشي ديال كورونا، كورونا قبل ما يبدا هادشي ديال كورونا وانا ما حتاش الشوشوار، يعني دابا تقريبا نقولوا شي شهرين ونص 3 شهور بحال هكاك. حيت قبل منها ما كنتش حطيت الشوشوار، حطيته مره في شعري قبل منها، ما كنتش اصلا ما بقيتش كنصايب شعري بزاف، فلصق بيعي كنت نوض نايضه. ايوا حيت شي وحدين تيسحب لهم انا قرأة، تيعيروني تيقول لك كديري بيغيك وقلا قرأة. انا بشعري الحمد لله وشعري كان حسن من هكا، راه انا اللي خرجت ليه الخلفه ضروري ندير فيها هاد الزيت يا البنات. هذا كتخليوه جوج سوايع اولا ساعه ونص اولا ثلاث سوايع، ما تباتوش به نهائيا، واعر بزاف، واعر واعر واعر. ما يمكنش يا البنات ما يمكنش، غندير شويه في يدي باش غادي ندهن الاطراف. صافي انا تقريبا هذا راه ساليتو، كنت نتكرزز عليه شويه يا البنات، كيعطي بحال ريحه القرفه. المهم هذه هي الحاجه اللي درت منه، ما هو فيه العشوب ولكن تيعطي بحال، طلعت معايا بحال ريحه القرفه. شوفوا البنات ملي كدهني بيه كيعطيك بعدا واحد اللمعه. ودابا البنات غادي نديرو هكايا، غادي نديرو مساج خفيف ظريف بالصبيعات ديال يدينا، وغادي نمشي نضربها بواحد التدويشه، وغادي نغسل الشعر بالشامبو اللي غادي نوريكم دابا، وغادي ندير لي ديمالوغ اولا الماسك. غادي نوريكم هاد لاكام مناش كتكون وداكشي. غادي ندير بلاستيك الشعر ديالي، ولكن دابا غادي ندير غير الفولار باش نهضر معكم. غادي نخليه انايا ساعه ونص هكاك اولا ساعتين، ويلي شحال غتضحكوا عليا، وغادي يسكرينوني ويصيفطوا ليا يديروا ليا تصاوري في الجروبات. ما شاء الله انا عارفكم غادي تصدموا، والله حتى غادي تصدموا ملي غادي تشوفوا شعري، تقولوا لي فرق كبير 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 بزاف. الحمد لله والشكر لله، وهذا ما كان. تعال نغسل شعري وغادي تشوفوا اللمعان، انا ما كنصايبو ما حتى شي حاجه. هاد الفيديو غنحطو لكم ان شاء الله، غادي تكونوا دابا كتشوفوه، حيت ما كره زعما كنت مصوره شي فيديو واحد اخر. غادي ندير ليه باتشو، غادي تشوفوا شعري من مورا غادي ندير ليه باتشو. هذا ما كان. ودابا غادي ندوز باش غادي نهضر لكم على الشامبوان او ديمالور. شوفوا يا البنات تبارك الله قداش، والريحه ديالهم خطيره. هادو تقريبا قربوا يتسالاو ليا، حيت انايا كنغسل شعري بزاف، كندير هاد السيروم، كندير القطات هكايا في الجلده ديال الشعر، وكنغسل شعري. صيفطوا لي هادشي، عاودوا صيفطوا لي، راه مابقاش، هذه غتولي عندي معتمده، حيت شي حاجه طبيعيه وشعري محتاج ليها. واي وحده البنات عندها مشاكل في الشعر ديالها، عن مصداقيه وعن تجربه، خذوا هادو. شنو هادشي؟ قلت لكم كبيرات عن تجربه وعن مصداقيه، خذوا هادو، كيصلحوا لجميع انواع الشعر، سواء ليك ولا لراجلك ولا لوليداتك، يعني وطبيعيا اونتي شوت. تو تيب دو بو، يعني اي وحده، وفيه 500 ديال المليليتر، والاسمنه مناسبه جدا جدا. وشي حاجه اللي شغنقول لكم البنات، كتشمي الريحه ديال الطبيعه. هذا بلاتي الريحه ما يمكنش، الريحه ديال الطبيعه ملي كتغسلي به كيخلي لك شعرك كليس في الدوش، ما كيخليش لك شعرك مكشرد بحال الشامبوانات الاخرين. وكاين هذا عاوتاني ديمالور ريباراتور، يعني كيديميليرك كيديميليرك، كيرطب لك الشعر ديالك، او ميم طو كيعالج. يعني هاد لاكام ماشي هي كتغسلي شعرك عادي، يعني الشامبوان ديالها كيمنع تساقط الشعر، كيعطيك اللمعان، كيقوي لك الزغبه، كيقوي لك شعرك، ما كيبقاش شعرك يطيح، راه واعر بزاف. وغندوزو دابا البنات الماسك ديالو، واحد السيروم من مورا انا نوريه لكم، خطير بزاف الماسك ديالو البنات. تقريبا خواره، خايبه لكم هكايا، راه خواره غير داك الجناب بقاو عامرين، واعر بزاف الريحه ديالو. ما يمكنش البنات الريحه ديالو، الريحه ديالو خطيره. هذا الماسك هذا
هذا ديريه وخليه لشعرك 15 دقيقه اولا 20 دقيقه بحال دابا تغسلي شعرك وبدي تمشي تحكي اولا تمشي ديري شي حاجه وديريه وخليها البنات في شعرك واعر بزاف 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 كيخلي الزغبه مهدهده وغادي تفكروني البنات على هاد لاكام وغتقولي رجوة برافو لك. ملي كتعجبني الحاجه كنشاركها معاكم وكيف قلت لكم ديما البنات الحاجه اللي كتكون اوبس الحاجه اللي كتكون ما زويناش راه ما كنوريهاش ليكم في خطره واخا نكون مخلصه فيها تنقول داك السيد راني جربت اخويا وما عجبتنيش ما نقدرش انا ندير البنات ديالي شي حاجه ما عجبتنيش. ايوا هذا ما كانوا غادي ندوزو لشي حاجه ديال الاحلام ودابا كبدات غادي ندوزو شي حاجه ديال الاحلام. غتحماقوا يا البنات على هذا السيروم هذا عرفتي البنات هذا السيروم هذا ديال الشعر اللي جاف اللي متضرر اللي ملامي شاحب ناشف ما فيه ما يتشاف عرفتوا على ريحه فيه ندير لكم الريحه في يدي زعما راه بحال نتوما تشموها اوبس شوف عرفتي البنات على ريحه فيه هذا السيروم ما يمكنش على ريحه فيه خطيره ملي كديريه وكديري باشا شعرك فقط نسي السوشوار ديري غير باشا شعرك كيخلي واحد الريحه سورتو للمتزوجات يا البنات تيبقى شعرك كيحمق غادي تفكروني يا البنات وغادي تقولوا رجوة قالتها كيبقى شعرك كيحمق ملي كديري هاد السيروم اللمعه والريحه وكلشي غيسولك يقولك شنو ديري الشعر ديالك. فهذا ما كان كانت هذه هي لاكام البنات شامبوان دمالور الماسك السيروم وهاد السيروم هذا ديال اونتي شو تساقط شعرك ما كيطوالش اعجز واعر يا البنات هاد لاكام غادي نخلي لكم كلشي في صندوق الوصف نقول لهم جيت من طرف رجوه وكيما غنعاود نقول لكم البنات راه ما واخده حتى شي حاجه على هاد لاكام هذه فقط صيفطوها ليا عجبتني وبغيت نشاركها معكم وان شاء الله كنتمنى انهم يبقاو ديما يصيفطوا ليا هكايا باش نبقى نديرها لانها غزاله بزاف وحتى لما زعما ما صيفطوهاش نعاود نشريها فلوسي حيت تستاهل واعره بزاف الناس عندهم خبره الناس تبارك الله عليهم انستغرام ديالهم تبارك الله عامر بالشواهد داكشي غزال كيفاش المكونات الريحه غزال بزاف غادي نمشي غادي نخلي شعري واحد ساعه ولا ساعتين وغنغسل شعري وغنرجع باش ندير معكم السيروم وندير باتشا ونرجع لكم ابري وكان هذا هو الروتين ديال اليوم ما تمشيو فين نراجع لكم. الله على راح البنات رجعت لكم كنهضر بشويه نتوما عارفيني ما نقدرش نصور قبل الفطور تيكون الانسان مشغول كتكوني من هي مع الصيام وداكشي ضربتها بواحد التحميمه يا البنات الله 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 كنحس بالراحه وتهليت في الوجه ديالي تهليت في الوجه ديالي بلا ماسك وبلا غوماج وداكشي بلا غوماج ورا غوموج واحد اللي درت كنحس بالراحه شوفوا البنات تمسح ليا هذا حيت ما مشيتش درت دوزيام سيونس عرفتي البنات نحس بالراحه والله شوفوا الشعر شوف كاينش تخبال ما كاينش شويه البنات داك الشامبوان تخيلوا بحال اللي كتغسلي بشي كريم بحال اللي كتغسلي بشي كريم ما تفلتوش البنات هاد لاكام فريمون غزاله بزاف والله العظيم البنات وما عجبتنيش ما غاديش نهضر عليها نهائيا زوينه بزاف هادو الشامبوان بحال شي ماسك ملي كتغسلي تيخلي لك الشعر رطب اما الماسك والدمالور خطيرين يا البنات ودابا غادي ندير السيروم العجيب بالنسبه للسيروم ديال الشعر اللي وريتكم قبيله يعني الزيت اللي كيدار وكتخليه ساعه ونص اولا ساعتين ما تفوتوش ثلاثه سوايع نهائيا يا البنات وديروا منه قطيرات كيما درت هذاك راه خطير غادي تفكروني. المهم هضرت بزاف البنات اللي كيبغوني وكيحماقوا عليا واللي انا كنحماق عليهم عارفين باللي ملي كتعجبني الحاجه كنشكرها ما مخلصه ما واخده فلوس ما حتى شي حاجه فقط واحد البرودويات عطاوني نجربوهم عجبوني قلت ولا بد نشاركهم معكم حتى نتوما تجربوهم. عندي السيروم ديالي عطيت بنات السيروم فيه واحد الريحه ما يمكنش الريحه اللي فيه وحق الله واحد الريحه خطير وديما البنات نحاولوا اننا ماشي نشدوا السيروم ونبدا نديرو في الشعر ديالنا غير في الاطراف هكايا ديما هذه هي الطريقه حتى ملي تصايبي شعرك ماشي دهني وتبدي ديريها لا بحال ليها الحمد لله عاد وقيت على شعري ملي كنت كتبقاو تقولي يا رجوه بركة من الصبايا رجوه خلي شعرك يرتاح انا عاد سمعت ليكم واكيد المشيطه ديال الخشب اي مشيطه كانت عندكم في الدار ديال الخشب دابا كلشي ساد لبستو فوق السلام ولا لبستو شي حاجه شوفوا يا البنات الحمد لله والشكر لله والله العظيم مشي دابا قتليني ما نحطش عليه الصباغ حتى مشي دابا من بعد شوفوا البنات الشعر كيفاش ما مخبل ما حتى شي حاجه واحد اللمعه واحد اللمعه دابا راه مباشره انا اللي كتبان ليا عقلتوا يا البنات بلاتي عشان نوريكم واحد الحاجه
دابا كان شعري مصايب ومسرح ديال بصح كان غادي يوصل حتى لهنا. شوفوا يا البنات تبارك تبارك الله، وعقلت كنت قطعت واحد الكتاف زعما رقم خطيره 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 والله. انا سالا معايا الشامبو، ما عمرني مشيت الشامبو تغسلي بيه في الدوش وتغسلي وداكشي هابط الشعر مسبسب ليس ليس كي مهدهد. غنخلي لكم المعلومات ديالهم كامل، نقول لهم جيتو من طرف الرجوع غادي تهلاو فيكم. ودابا غادي نمشي غادي ندير غندير باتشا ايوا هذا مكان، وباش نمشي درت سحب ديال المسابقه ان شاء الله غندير لكم مسابقه اخرى. درت سحب ديال المسابقه والوصفه ديال الكرش راني غنديرها لكم غيكونوا في الموعد. وما تنساوش تخليو لي بزاف ديال لايك البنات وفي التعليق، وخليو لي بزاف ديال التعليق كما كنقولوا على القافله تسير والكلاب تهوهو. ما تخليتوش حتى شي واحد يوقف لكم عائق في الحلم ديالك، وديما الى الامام سير كحماق عليكم.